السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وخير بإذن الله. اليوم رح نحكي عن هذا البرنامج. هو برنامج كتير مهم للناس اللي بتشتغل، و الشركة اللي بيشتغل فيها بتحاسبه على الساعة، إنه كم ساعة دوام بتحاسبه عليها. فهون النظام بأوروبا أو بآسيا بشكل عام، الشركات والعالم كلها بتتعامل بالدفع بالساعات، تمام؟ كم ساعة بتشتغل انت بتدفعوا له. فهذا البرنامج لحتى ينظم لك ساعات العمل. كيف يعني بينظم لك ساعات العمل؟ يعني انت مثلا بتداوم كل شهر مثلا نفترض 100 ساعة، تمام؟ فانت مشان ما تقعد تكتب على الورقة والقلم انا داومت اليوم من الساعة مثلا 8 الصباح للساعة 2، وكل يوم نفس القصة تكتبها، وتقعد اخر شيء تحسب وتجيب على حاسبة وتحسب طلع حسابك غلط ولا صح، وجع راسك ولا صحي. فهذا البرنامج بيزبط لك الموضوع، بينظم لك ساعات العمل. انت عليك بس كل يوم كل ما تروح على دوامك بتحط امتى بداومك وامتى طلعت من شغلك بالبرنامج هذا. فانا رح اشرح لكم هلا عن البرنامج هذا وقولكم كيف طريقه التعامل معه. برنامج كتير كتير حلو وظريف، وبيسهل لك موضوع حساب عدد الساعات والامور كلها هاي، تمام؟ البرنامج لك وهذا هو اسمه Arbeitszeit Erfassung، تمام؟ بنفوت عليه بيقوم بيعطينا مثلا نحن هاي الشهر هلا، تمام؟ هذا الشهر هون هلا مثلا عنا كاتب لنا هون انه شهر 3 1 مارس، تمام؟ شايفين كيف مكتوب 1 3؟ فانت هون بيطلع لك هيك كل يوم هاي 1 2 3 4 5، هاي قدام مكتوب مثلا اليوم فرايتاغ اللي هو يوم الجمعة، دونستاغ اللي هو الخميس، فكل يوم بيومك بتلاقي حاضر، تمام؟ هلا رح اقول لك انا كيف انك انت تحسن تعمل برنامج عليه. كيف يعني تحسن تعمل برنامج؟ انه برنامج نفترض انت بتشتغل مثلا بشركتين او 3، فكل شركة في الى دوام مثلا، فانت فيك تنظم الموضوع على كيفك انت، تمام؟ فبتكبس هون على هذا المفتاح اللي هو الاعدادات. هون عم يقول لك انه انت بدك تساوي الاعدادات تبع البرنامج كله ولا بس اللي انت عامله الحساب. فنحن بنقول له على الاربايت بلاس، تمام؟ بتفوت عليه انت هون الاربايت بلاس، وهون حاط لك اول واحدة اربايت بلاس نامي، تمام؟ تكبس عليها. هون بتحط اسم الشركة اللي بدك اياها، يعني انت اي شركة بدك تحط اسمها بتحطهم، تكبس هون، تمام؟ بتحط الاسم اللي بدك اياه، تمام؟ لو افترضت شركة سي هوند هاي شركة البسي هون، تمام؟ بس تحط اسم الشركة هون، انت هون بتكبس عليه بتعمل له اوكي، يعطيك اسم الشركة انه انت بقى هون هذا الدوام تبع شركة كذا. هلا انا ما بدي اعدلها، بنعمل هيك، تمام؟ بنرجع لورا. هون عم يقول لك انه تحط الايميل اللي بدك اياه مشان يبعث لك كل شهر بشهره ساعات العمل، يبعث لك اياه على الايميل. تكبس هون، تمام؟ بتحط الايميل انت اللي بدك اياه، طبعا هذا الايميل مولي، تمام؟ بتحط الايميل انت اللي بدك اياه هون، يصير كل شهر بشهره بيبعث لك ساعات العمل على الايميل، تمام؟ شوف عندنا كمان عندك هي اللي هي beginning der Aufzeichnung جن، تمام؟ هاي بتفوت عليها انه من امتى انت بدك اياه يبلش البرنامج يحسب لك الدوام، من اول السنه ولا من نص السنه ولا من اخيرها ولا من اي شهر بدك اياه انت. هون بتحدد له الشهر اللي بدك اياه انت، اي شهر بدك اياه بتحدد له. فنحن راح نحط له انه من بدايه السنه اللي هي من بدايه يناير، نحط له 1 هو مكتوب، شايفين مكتوب هون يناير، هذا بنقول له اوكي خلاص. هلا هو اخذ من 1/1/2021 رح يبلش يحسب لك ساعات العمل، تمام؟ اوف ساكنجن باندي هاي مالك شغل فيها، لا تحط عليها. عندك هون سكومتجي تاجي اند ساجن، انه هون يعرض لك الايام التاليه اللي بعدها، تمام؟ يعني مثلا يوم 2 3 4 5، ولا بدك اياه يحسب لك اياه كل يوم بيومه، انه مثلا طلع لك كل يوم بيومه، لا. فنحن بنقول له سكومتجي تاجي اند ساجن، بتخلي عليها إشارة صح، يعني إشارة إنه خبرة مفعلة، تمام؟ هون اللي تحت عندك أنت ساجت سكونتجا مونات، تمام؟ مونات اللي هو إنه يعرض لك الأشهر، إنه من 1 ل 12 شهر،
فانت الزكاة يعرض لك كل الاشهر بتكبس عليها شايف هون حاط لك انت هي وهو بالعاده بيكون صفر هيك صفر بيكون. فانت لا بتحط له بدك اياه يعرض لك انت من 1 ل 6 شهر ولا من 6 ل 12 شهر يعني انت اللي بدك اياه فانت بتحط له لا يعرض لي 12 شهر اوكي تمام. هلا انت اذا ما حطيت له انه يعرض لك 12 شهر خليتها على الصفر بس يعرض لك ساعتها كل شهر بشهره. هلا بورجيكم كيف يعني كل شهر بشهره هلا بس لفوت على البرنامج بورجيكم تمام. عندنا هي زالدو داس زالدو ديس فوموناتس ايه انه هاي بدك اياه يعرض لك الساعات العمل تبع الشهر اللي قبله كل شهر بشهر يعرض لك اياه ساعات العمل اللي قبله وتتقلب على الشهر اللي بعده. هاي ما لنا شغف يمن له لا هون عم يقول لك ستارت زالدو انه هون من امتى بدك اياه يبلش يعرض لك ساعات الاضافيه تبع العمل من بعد 150 ساعه ولا من بعد 100 ساعه ولا من بعد 200 ساعه انت بتقول له قديش بدك يعرض لك تمام. هاي ما لنا شغل فيها كمان لا تتعلموا في اي شيء. عندنا هون الاربايت سايت موديل تمام. اربايت سايت موديل هاي معناتها انه انت بتشتغل بالاسبوع 7 ايام ولا 6 ايام ولا 5 ايام تمام. فانت بتكبس عليها هون هون شايف حاط لك انه انت بتشتغل بالشهر 7 ايام ولا 6 ايام ولا 7 ايام ولا 5 ايام تمام. فاللي بيشتغل 7 ايام بيحط على 7 ايام واللي بيشتغل 6 ايام بيحط 6 اللي بيشتغل 5 بيحط 5 تمام. لانه مثلا شوف هون اللي بيشتغل 6 ايام بيحطوا له انه زون تاج بيكون يوم عطله تمام. 7 ايام عم يقول لك انه هون انه انت بتشتغل كامل ما في عطله. 5 ايام بيحط لك هون انه زمستاك وزون تاج فراي يعني انه عندك سبت واحد معطل. فانا بحط له 5 ايام تمام هون انه 5 ايام. عندنا اللي تحت اوتوماتيش رويجا تاج اينتراجن هي عم يقول لك هون انه انت وانت تعمل برنامج هلا بالعمل هذا بدك اياه يقيم يوم السبت والاحد تلقائيا يقيمون يعني انه انت قايل له هون انه انت بتشتغل وبتعطل سبت واحد فانت بدك اياه انه يقيم العطله تلقائيا لحاله. فاذا بدك اياه يقيم العطله تلقائيا لحاله مشان ما تنحسب بساعات العمل تبعك تمام لانه ما بتنحسب بايام العطله فبتقول له اشاره صح عليها تمام اللي هي اوتوماتيك رويجا تاج اينتراجن تمام تكبس عليها هون. عندنا الاربايت شو هاد اوتوماتيش اربايت تاج فور بيليجن تمام. هي اذا كبست عليها انت اشاره صح انه عم يقول لك انه ما بيحسب ساعات العمل اوتوماتيكيه بقى لا انت بتصير بدك تساوي كل هذا الشيء بايدك كل شغله بدك تعملها بتعملها بايدك تمام. فلا الحمام ما بنحط عليها هي. عندك هون اللي هو فوقت ليش ابايت سايت تمام. هي انه انت كم ساعه بتشتغل بالاسبوع انت بتشتغل اسبوع مثلا 36 ساعة 40 ساعة 50 ساعة يلي هني قد ما بتشتغل ساعات عم انت بتحطها هون تمام. انه كل اسبوع لازم تشتغل هذه هي الساعات انت عشان يحسب لك اياها تمام قول له اوكي. عندنا هون بتسالتي اوباشتوندي تمام انه هون يحسب لك كمان ساعات العمل الاضافية معه يعني مو انه ما يحسب لك اياها هون يحسب ساعات العمل الاضافية يعني اذا انت اشتغلت اضافي بيحط لك هلا بورجيكم بالبرنامج كيف يحط لك انه انت شاغل اضافي تمام. حط على اشاره صح هي. هلا هون عندنا ديتايل شيفتين هاي معناتها انه اوقات الدوام انت بتشتغل صباحي ولا مسائي. اذا بتشتغل صباحي بتكبس على رقم 1 اللي هو اين شيفت تحط عليه مثلا انت هون ابايت سايت بيجينن ابايت سايت اند انه وقت العمل بيبدا من الساعه 9:30 ينتهي الساعة 2 تمام. فانت امتى بتداوم بهي الشركة او بشغلك انت بتحط انه انا بداوم من هذا الوقت لهذا الوقت مشان انت بس تفوت تحط وقت عملك يكون اوتوماتيكيا محطوط يعني ما تقعد تحط انت اللي بدك اياه يعني مثلا. وعندك هون الزباي تشيش اللي هو وقت العمل الثاني هو بيجي المسائي هذا انه من الساعة 14 للساعة 22 اللي هو الساعة 9 المساء فانت بتحط الوقت اللي بدك اياه كمان تمام. عندنا هون الاسم باوزت سايت اسم باوزن سايت تبع هلا هون عندك وقت الاستراحه. هلا كل مين بيشتغل اكيد في عنده وقت استراحه كل يوم
تمام. فوقت الاستراحة تبعك انت اللي بتاخده بتكبس عليها هون قديش انت بتاخد استراحة، مثلا 45 دقيقة بتحط له 45. هلا في شغلة بساعات العمل، مثلا العشر دقائق ما بتنحسب 10 دقائق، العشر دقائق بتنحسب 25، يعني بتصير هون 25، العشرين دقيقة بصيروا 50، يعني هيك اوقات العمل هيك بتنحسب. هلا مثل انا هون مثلا انا عم باخذ استراحة 45 دقيقة، فانا حطيت لهم 45 دقيقة هم حسبوه انه 75، لانه هيك بتنحسب بوقت العمل، هيك بينحسب 75، بس ما بنحسب 75 دقيقة، هي 75 معناتها انه 45، تمام؟ فبتحطهم مثلا انت قديش بتاخذ استراحه وبتقول له اوكي. هون عنا بتسالت باوزن، انه هون اذا بحط عليه اشاره صح هي انه بيحسب لك الدوام مع الاستراحه، يعني ما بيقيم الاستراحه، بيحسب لك الدوام مع الاستراحه، تمام؟ انه ما بيقيمها من البرنامج، لا احنا بنخليه قيمه انه ما يحسبها للاستراحه، انه يخصمها مشان يجي عارف انا قديش عم يجيني صافي ساعات عمل، تمام؟ فهي بنتركها هيك ما بنحط عليها اشاره صح. هي بالنسبه لاعدادات البرنامج، تمام؟ في عندنا شغله ثانيه هون، هلا في عندك هون الشوله اللي هي المدرسه، وعندك تحتها فاير اورلوب العطله والاحتفال، هون فاير تاغن اللي هو ايام العطله مثلا بالمانيا، تمام؟ عندك كرانك ارتس بزوخ انفال كرينت تاغ، يعني في عندك هدول الشغلات كلها. هذا هون عندنا الموتاشابتس اورلوب اللي هي العطله تكون موظفه مثلا حامل وبدها تولد ولدت، في عندها عطله 3 سنين، فهي بتحط هون انه هي عم تداوم. فهدول شو بتساوي انت هون؟ لنفترض هلا مثلا بدنا نكبس على الشوله، اذا انت مثلا عم تشتغل بشغل او انت عم تعمل اوس بيلدونج هون او عم تعمل براكتيكوم او ليرنينج، فهذا معروف هون، كل مين بالمانيا بيعرف شو الوضع هذا، بس رح اقول لكم شو معناته هذا. الاوس بيلدونج اللي عم يعمل اوس بيلدونج هون، في عندنا شيء اسمه اوس بيلدونج اللي هو التدريب، بتعمل اوس بيلدونج عشان تاخذ شهاده، تمام؟ فهي الاوس بيلدونج بتجي فيه مشكل، في 3 سنين، في سنتين ونص، في 3 سنتين، في سنة ونص، حسب انت المجال اللي فايت فيه، تمام؟ فضمن هذا الاوس بيلدونج بيكون في مدرسة، يعني انت بتداوم بالاسبوع مثلا 3 ايام بالشغل وعندك يومين مدرسة، او بعد فترة بصير دوامك على طول بالشغل بدون مدرسة. فانت هون بدك تنظم مثلا انه انا هدول الساعات اللي عم داوم بالمدرسة بنحسبوا لي ساعات عمل، لانه هيك متفق انا مع الشركة، اوس بيلدونج هذا اللي عم بعمله، تمام؟ او البراكتيكوم اللي هو التدريب، اذا عم تتدرب تدريب كمان نفس الشيء، بتداوم بالشغل 3 ايام ويومين بالمدرسة. ففي هي الشغلات هيك تبحث، مثلا انت عم تداوم بالمدرسه تفوت تظبط اعداداته هون الاساسي، بصير على طول انت بس تفوت تحط على الشوله وبياخذ الاعدادات اللي انت سيفتها هون، تمام؟ عفوا تمام. هلا هون عم يقول لك ان ريشنين سور ابايت سايت باو شال، يعني انه اذا انت بدك ينحسبوا هدول الساعات انه انت عم تداوم بالشغل النظامي بتخليها على اول وحده هون بتحسبوا لك 7 ساعات، تمام؟ ما بدك اياهم يحسبوا انه من ساعات العمل اللي هو افكتيف، فتحط عليها تحت، تمام؟ بدك انت مثلا تروح تداوم المدرسه وينحسبوا هدول، ينخصموا هدول الساعات من ساعات العمل تبعك اللي انت عم تشتغلها، بتحط على هون، بتحط ابتسوك فون ابايت فون ابايت ستاغن، تمام؟ او اذا بدك اياهم يخصموا من ساعات العمل الاضافيه تبعك اللي هو ابتسوك فون زولشتوندن، تمام؟ فانت شو بتساوي اذا كانوا يحسبوا ساعات عمل نظاميه مثل ما انت متفق انت والشركه، بتحط على اول وحده، تمام؟ يعني اذا انت غبت ما رحت على الشركه على الشغل واشتغلت بالمدرسه، فيك تفوت على اعدادات البرنامج انت مثل ما هلا حتسيبه وتحط بس على الشوله وبنحسبوا لك ساعات عمل اشتغلتها، تمام؟ هدول كلهم انت بتفعلهم على هي القصه كلياتها. الاورلوب مثلا كمان نفس الشيء، الاورلوب تمام بتحط اذا انت مثلا عندك بالسنه مثلا عطله 26 يوم، فانت ايام العطله بتعطلها مدفوعه لك هي، فبتحط على اول وحده، اذا مو مدفوعه بتحط على ثالث رابع وحده، تمام؟ اللي هي ابتسوك فون ابايت ستوندن، انه هدول بنخصموا من ساعات، اما هو اجباري في عنده الواحد عطله بالسنه بياخذها، فبتخلي اعداداتها هيك. فاير تاغ كمان نفس الشيء، فاير تاغ اللي هي
كمان بتنحسب لك انه مثلا اذا كان في عطلة بالمانيا، عطلة نظامية بالمانيا، هاي بتنحسب لك ساعات عمل لك. اما اذا ما كان في عطلة بالمانيا لك، بتنحسب بتنخصم منك هاي، تمام، بتنخصم من ساعاتك هي على الابتسوك فون زولشتوندن. مريض مثلا، كرانك، مريض. هلا مريض، اذا انت مثلا واحد يعني لا سمح الله مريض الواحد مثلا او كذا، فبيجيب لهم من عند الدكتور اللي هو كرانك ميلدونغ، تمام، فهي بس تعطيها لصاحب العمل، انت بيدفع لك اجار الساعات، تمام، لانه انت جايب له انت مريض، فهي بتندفع مدفوعه. فبتحط على اول وحده هون اللي هي انغشنين سو ابايت سايد، تمام، فهي هيك. فهدول كلهم انت بتفعلهم كيف ما انت بدك، انه مدفوعين لك ولا مو مدفوعين، حسب اتفاق انت والشركة اللي عم تشتغل معها، تمام. فهيك احنا بنكون زبطنا الاعدادات كلياتها هلا تبع البرنامج. هلا بنرجع لورا واحدة، كمان بنرجع واحدة وبيقلبنا على الساعات دغري، تمام. هون هلا هون فتحنا البرنامج نحن، يعني مثلا انا يوم الاثنين واحد الشهر بكون واحد ثلاثة مثلا بدي فوت، انا بكبس عليها داومت انا مسائي مثلا، بكبس على المسائي بحط له هون، شايفين حاطين لي هون خيارات، اول وحده كاين شيفت، ثاني ابايت سايت اللي هو اللي سيبناه نحن، الوقت اللي سيبناه نحن العمل، سيبنا نحن عملنا وقت العمل الثاني من الساعه 2 للساعه 22، يعني للساعه 9 المساء. فاذا كبست عليها انا هون تبقى يا هي بيعطيني انه الدوام هيك. او مثلا انا هذا اليوم مثلا غبت فيه، رحت على المدرسة، بحط على الشولة بيعطيني اعدادات المدرسة. فاين عندي اولاب، عندي عطلة، اخذ عطلة هذا اليوم مثلا، بيكبس عليه بيعطيني عطلة. فانا رح اقول له هلا اغبايت سايت، اول واحدة، ثاني واحدة، شايفين عطاني انه دوامي داومت من الساعة 2 للساعة 10، وعند اخذت استراحة 75 دقيقة اللي هني 45 دقيقة، تمام، كذا. هلا شوفوا برجع لورا، شوفوا حسب لي عم يقول لي يوم التاني انت اشتغلت من الساعة 2 للساعة 10، دوامت 7 ساعات و 25 دقيقة، في عندك 5 دقائق انت دوامت الإضافي. وهون شايفين فوق حطل لي عند الأسود هون، حطل لي انه انا دوامت اليوم 7 ساعات ونص. بحطل له اليوم التاني مثلا 3، كمان انا خلينا نقول له دوامت من الساعة كذا للساعة كذا، وقل له انه تمام. بيرجع شايفين عطاني انه انا كمان دوامت من هذا الوقت لهذا الوقت، وهي حاطت فوق صار عندي دوام 14 ساعة و 50 دقيقة. نحط اليوم الثالث، معلش لو أوريكم أنا كيف عم يصير يعني، تمام، كمان من الساعة 10 بنرجع كمان حط لي دوام هيك، صاروا 21 ساعة و 75. أنا اشتغلت هلا، أنا لحد الآن بهذا الشهر مشتغل 21 ساعة و 75 سنة. فكل يوم أنت بتحطه يحسب لك هيك لآخر الشهر، اخر شرط لا يعطيك المجموع هون، انه انت شغال مثلا 165 ساعه ولا 160 ولا 170 ولا 180 حسب انت مشاغل، تمام. اذا هلا في شغله لكم، على شغله، شوف هلا انت مثلا حنكبس على يوم الاربعاء، انت مثلا داومت من الساعه 2 للساعه 7، تمام، نعمل له اوكي. شوفوا هلا شلون بيعطيني احمر، لانه انا داومت ساعات قليله بهذا اليوم، شايفين اعطاني انه انا داومت 4 ساعات و 25 دقيقة، بس أنا في عندي نقص بهذا اليوم ساعتين و 95 دقيقة، يعني أنا في عندي نقص بهذا اليوم هيك. فأنا اشتغلت اليوم ناقص، ما اشتغلت نظامي، تمام، شايفين اللي فوق أعطيني أخضر أنه أنا مشتغل إضافي. أما إذا اشتغلت ناقص ساعات يقول لي أنه أنت مشتغل ناقص ساعات، حط لي أحمر أنه انتبه هاي أنه شاغل أنت ناقص ساعات. فأنا برجعها هلا على العشرة، ترجع شوف كيف بتصير نظامية، أنه أنا شاغل نظامي. هلا شايفين انا حطيت له انه انا بشتغل بالاسبوع 5 ايام، سبت واحد بايمون عطله. فانا حطينا احنا على القوه على الغوه كتاك تاجن ايمون ما يحسبه، تمام. هلا هون شايفين شو حاطط لي، انه واحد متسطع عم يتفرج على التلفزيون، من هون استراحه، هذول ما بينحسبون هلا اوتوماتيكيا، ما عاد يحسبوا لانه انا ظبطت الاعدادات، تمام. طيب هلا نفترض مثلا واحد انه عنده عطله، تمام، بيكبس على هي، بيحط على الشيفت وبيحط على ظبطناه احنا مثلا على الفاين اورلاب، انه انا عندي عطله، بكبس عليها، عامل لي من امتى لامتى العطله تبعك، بنقول له مثلا من 5 ل 11 شهر، اوكي. بنرجع لورا، شايفين حسب لي اياهم 7 ساعات و20 دقيقه، 7 ساعات و20 دقيقه،
انه انا بهي الفتره هي عندي اورلاب، هي العطله مدفوعه تمام، فهي العطله انحسبت لي تمام. شايفين هلا انا ثواني بس تمام، هلا انا بعد ما حطيت له انه عندي اورلاب شوفوا قديش عطاني، صار عندي هون ساعات عمل 57 ساعه و75 دقيقه. شايفين يعني بيحسب لك انه انت شاغل هيك هاي الساعات، لانه هدول الساعات محسوبين لك تمام. هلا انت اذا ما كنت مزبطه من الاعدادات مثلا انه يحسب لك اياها، فبتلاقي هون بيعطيك ازرق. حورجيكم كيف بيعطيك، رح الغيهم انا هلا الاورلاب، بس هلا شوفوا كيف اعطانا 57 ساعه تمام. بس انه انا حاطط له بالاعدادات انه يحسب لي اياهم ساعات عمل الي. اما انا اذا مالي حاطط له الاعدادات، شوفوا هلا كيف رح اورجيكم كيف رح الغيهم هلا هون، نحط له كان شيش ل 11 الشهر. اوكي شايفين هلا صاروا ساعات العمل رجعوا 21 ساعه لانه قمناهم. بس هلا نحن رح اورجيكم كيف اذا انت مالك عامل الاعدادات. نفوت على الاعدادات، نحط له اغبط بلاتس، ننزل على اللي هو حكينا هون اللي هو الفاين والاورلاب، فوت عليها. شايفين انا حاطط له انه يحسب لي اياهم، انا بس ننسى اباد سايت باوشال انه يحسب لي ساعات العمل لانه هدول مدفوعه لي. اما هلا بتحط له على اخر وحده اللي هي هي ابتسوك فون زول شتوندن تمام. حنرجع تمام، هي رجعنا لهون. هلا حنقول له عطله من يوم دونالدستار من يوم الخميس، هي حط له فاين اول لو ل 11 شهر، نقول له اوكي. هلا شوفوا كيف بيعطيني انه الساعات العمل ناقص مو محسوبه الي هي. ها شوف شايفين كيف اعطاني انه ناقص 7 ساعات و20، هدول مو محسوبين ان اولاد. وشايفين هون لك ضلت الساعات 21 و75 اللي هو انا شاغلهم بس هدول 1 2 3 3 ايام تمام. اما وقت كنا حاطين، شفتوا وقت كنا حاطين على هاي، رح نرجع نلغيها. اوكي هنرجع نفوت على الاعدادات نظبطها، اغبط بلاتس، ننزل على الاورلاب فاين تمام، بنحط لها انه ينحسبوا لي انا خلاص على اول وحده، ينحسبوا لي تمام. نطلع نرجع لورا، نفوت على وقت العمل. هلا بنقول له هون عطله من دونر ستار نفسها من 4 ل 11. اوكي هلا شوفوا كيف بينحسبوا لي هلا الساعه، شايفين صاروا 27. نرجع نفوت وحده هون، طلعوا على الساعه، صار عندي انا 57 ساعه، هدول محسوبين ساعات عمل الي. شايفين برنامج كتير 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 حلو. ومعلش يسامحوني انا انه عم طول عليكم، بس انا مو يعني لازم اني اشرح لكم عشان تعرفوا خطوه بخطوه. اما انا ما بحب اني اطول بالفيديو لانه في عالم بتمل يعني تمام، بس يعني هذا شرح بدي اشرحه، ما فيني اختصره يعني بسرعه. فنحن حطينا هلا هون كل شيء بدنا اياه يعني. تمام هيك انت بتحط ساعات العمل اللي بدك اياها، كيف بدك انت بتحط. اذا انت مثلا الواحد كان مريض لا سمح الله، تحط على الكرانك. اذا انت جايب قرار من الدكتور ان انت مريض بيدفعوا لك اياه يعني. مريض مثلا من 16 ل 23 لا سمح الله. اوكي نرجع لورا، شايفين هاي هون، شايفين انحسبوا لي ساعات عمل الي لكم، صاروا 93 ساعة. وحاطين لك هون وتحط على الكران انه في دكتور هون لابس تبع الدكتور تمام، فبيحطوا لك انه هون مريض. شايفين فهيك هذا البرنامج، هيك انت كيف بدك تسيفه وتزبطه بيتزبط معك تمام. تمام اخواتي، هلا هيك انا بكون ان شاء الله شرحت عن الفيديو كلياته، وان شاء الله بتكون الامور كلها تمام. واي سؤال عندكم حابين تسالوا كمان مشان البرنامج هذا، في شيء مثلا ما عرفتوا بامكانكم تكتبوا لي بالتعليقات، كمان انا بجاوبكم براسي على عيني وراسي تمام. فشو بدكم انا جاهز، وان شاء الله اكون فدتكم بالشرح وتكونوا استفدتوا من هذا الشيء كلياته اللي حكيته. وإذا عجبكم الفيديو بتمنى أنه تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين بالقناة، وعملوا لنا لايك للفيديو، وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.